وتزلزلت عاد الثبات. مهما تمنعت الظروف الحب يصنع معجزات. الخير ضربنا زلزال بقوة 7.4. الساعة 4 وثلث كنت فايقة بدي أصلي وصار الزلزال، فأخذت أطفالي وركضت بدون أحذية بدون شيء. صار الزلزال، بعدين نزلنا لتحت كان الدنيا عم بتمطر ثلج يعني فوز. حطينا حرامات علينا ورحنا على الحديقة، مركنا بالحديقة لمدة يومين. كله عم يقول لي نحن بالحدائق نحن بالساحات. بعد الزلزال نايمين في الشارع على الرصيف وفي الحدائق، ما عندهم مكان ما عندهم مأوى، وكنا لابد ان نتحرك. يعني احنا كنا نتكلم عن فوق 100 عائلة لازم نوفر لهم مكان آمن. واحدة من الأسر أثرت فيني كثير، ما عادها خيمة وجايبة بطانيتين شادتهم بشجرة وحاطة أولادها كل كم ساعة تحرق بلوزة عشان تدفي أولادها. أنتوا ليش هنا؟ هنا من البرد والزلزال. إيش صار فيكم؟ والله البيوت كانت تزيان سرقت، والبناية بنيت نفسها من عند الباب إلى السطح كلها مشروع. 3 أيتام أخوة ماتوا تحت الأنقاض مكفولين عندي. الأخت الأولى حافظة للقرآن مع الإجازة توفت. الأم الآن بالمشفى تعرضت ل فقدت أقدامها، فقدت أخوها، فقدت أولادها، طلع واحد عايش بس. الحمد لله على ما أمر الله، الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. تواصل معي الأخ معاذ واللي يقول لي أخت رشا بدنا نطلع على حران، إن شاء الله رح نفتح مخيم هناك. تواصل مع الأمهات اللي تدمرت منازلهم. هذه الشاحنة وصلت، في داخلها أكثر من 100 خيمة، إن شاء الله راح نركبهم ونجهز فيهم مواد التدفئة، البطانيات وكل الأمور إن شاء الله طيبة. طبعاً الخيمة كبيرة جداً، 9 لـ20 شخص. حملنا الناس وطلعناهم على حران يوم الثلاثاء الساعة 9 بالليل ثاني يوم الزلزال. جينا لهون على المخيم في صالة كبيرة استقبلنا ما يقارب 250 طفل وأم. أولادي خوفوا من الزلزال، عندي الصغير كتير تعبان هندية، كتير تعبان من خوفه من الزلزال. يعني جينا لهون على قطار الخيرية، يعني جينا هون على السلام. هن ينشؤوا بالمخيم، متى ما جهزت خيمة نزلنا أسرة، جهز الخيمة الثانية نزل الأسرة الثانية، هيك لحتى تم إنشاء مخيم حران لأطفالنا الأيتام المكفولين لدى قطر الخيرية. بعد ما اطمننا على الأيتام المشرفين والمشرفات متواجدين معاهم، طلعنا من حران مع الفريق ورحنا على طول إلى الشمال السوري. في الشمال السوري عشنا تجربة ما تخيلناها، من تقديم المساعدات الإغاثية لمتضرري الزلزال والنازحين، إلى أن قررنا بأن نعيش حياة النازحين ونشوف حياتهم من منظورهم. دخلنا مدارسهم ومجالسهم وجربنا اختراعاتهم اللي منبعها الحاجة، عشنا صعوبة وضعهم وشاركناهم قصصهم وذكرياتهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. تمنا وصلين حران عند الأيتام، عند المخيمات اللي موجودة. كان تذكرون اللي حطناها بعد ما ضرروا من الزلزال، فبس شعور غريب اني ارجع حق الأيتام بعد غياب اسبوعين تقريبا عقب ما رحنا سوريا ورجعنا. صراحة انا متشوق اني اشوفكم، متشوق اني اتقابل معاهم وتسمعون اصواتهم، ما ادري ايش عندهم صراحة. هلا 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 هلا، اخباركم؟ شلونكم؟ اخباركم؟ تمام. الجميع تأثر من الكارثة
وبحمد الله تعالى تحرك فريق قطر الخيرية بشكل عاجل، وبدعمكم بعد فضل الله قدرنا نسكن الأيتام والأسر اللي تهدمت بيوتهم نتيجة الزلزال في مكان آمن يدفيهم ويحفظ كرامتهم. وما اكتفينا بمكان يأويهم فقط، ولكن كنا حريصين أن حياتهم تستمر وتعليم أبنائهم ما يوقف. مخيم حران يوفر سكن وتعليم وأنشطة توعوية وترفيهية وورش لكيفية التصرف في حال الزلزال ودعم نفسي من قبل مرشدي الأيتام للأطفال وأسرهم، وبهذا نضمن استمرارية حياتهم لين ما يرجعون بيوتهم وتتحسن أوضاعهم بإذن الله تعالى. مثل ما شفتوا الحمد لله الأيتام العوائل وصلوا لقوا لهم مكان اليوم يرقدون فيه ويأكلون فيه ويدفون فيه، اللهم لك الحمد والشكر. الخير آت مهما تقلبت الأمور وتزلزلت عاد الثبات، مهما تمنعت الظروف الحب يصنع معجزات.